بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بننتهز الفرصه ونقدم كل الشكر لربنا انه ادانا عام جديد، وبنرفع ايات التهنئه والتحيه لابينا صاحب الغبطه البابا البطريرك الانبا تواضروس الثاني وكل اباء المجمع، وبنخص ابونا الطباوي أبونا الأسقف المكرم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، اللي كان المفروض معانا في القداس لكن اعتذر علشان مشغول في خدمة. وبنرفع أيضا التحية والشكر لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا على محبته وافتقاده لينا في هذا اليوم وفي هذا العيد، عيد النيروز أو السنة الجديدة القبطية، وأرسل لنا فريق العمل بقناة ميسات عشان ينقل العشية وينقل لنا القداس الأبطال المجهولين اللي هم بيظهروا كتير من المناسبات وكده وهم خلف الكاميرات وخلف الجدران، ده تعبهم مجهودهم ربنا يكافئهم عليه. وكمان بنقول يا رب بارك السنة واملأ بلادنا بالخير، حافظ عليها يا رب وحافظ على بلاد الدنيا من الزلازل والكوارث زي ما احنا شايفين اللي حصل في المغرب ونواحي الجزائر. فبنقول له يا رب بارك على العام واجعله عام سلام وخير وبركة، وبنطلب فيه من أجل الهواء والمية والزروع والعشب والأنهار زي ما انتم شايفين في الصلاة. أما الكلمة اللي ربنا بعتها لنا لمنفعتنا عن قراءة اليوم فقدمها لنا قدس أبونا يوحنا وهب ملك هذه الكنيسة.